وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وصدق الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أجمعين وصدقت الأئمة التسعة من ذرية الحسين عليهم السلام أجمعين وصدقت الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين لا مغيرين ولا مبدلين مقرين غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأوصل اللهم ثواب ما قرأناه وأجر وبركات ما تلوناه من كتابك العزيز المنزل على لسان نبيك الرسول هدية واصلة وتحفة شاملة ورحمة نازلة إلى روح وضريح سيدنا ونبينا محمد المصطفى وإلى روح وضريح سيدنا ومولانا علي المرتضى وإلى روح وضريح مولاتنا فاطمة الزهراء وإلى روح وضريح الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وإلى أرواح وضرائح الأئمة النجباء صلوات الله عليهم أجمعين وإلى أرواح وضرائح الأنبياء والأوصياء والمرسلين والشهداء وإلى روح وضريح وإلى روحي وضريحي الشهيدين الشهيد علي عباس والشهيد أحمد المسجل وإلى أرواح الشهداء أجمعين اللهم اجعل في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والكرامة والحبور والمسك والكافو والولدان والحور انقلهم اللهم من ضيق القبور إلى ساعة الدور والقصور في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تجعل القرآن العظيم بنا ولا منا ولا الصراط المستقيم بنا ولا بهم زائلا وكن اللهم لنا ولهم جارا بعد الجيران وخذنا بعد وخذنا وخلنا بعد الأخدان وحبيبا بعد الأحباء ومؤنسا بعد المؤنسين
ما أتاك اللهم به ما أتوك اللهم به من عمل صالح فتقبل منهم وضاعفه لهم وما أتاك اللهم به من عمل سيء فتجاوز اللهم عنهم واغفر لهم وجازفهم اللهم في الحساب مجازفة ولا تناقشهم مناقشة خفف اللهم لنا ولهم ثقل الثرى ولا تنس لا تنسانا وإياهم من رحمتك إذا طال المدى وانقطع من وصلنا حبل الرجاء إننا إليك يا رباه راغبون وبك واثقون وللخيرات منا عندك طالبون فإذا رفعنا اللهم أيدينا وأبصارنا لجلال وجهك الكريم فلا تردنا خائبين ولو كنا مذنبين بل نحن يا رباه مذنبون ارزقنا سعادة الدنيا والدين وحرم وجوهنا ووجوه آبائنا وأمهاتنا والمؤمنين والمؤمنات على النار أجمعين وادخلنا الجنة آمنين لا خزايا ولا نادمين واسقنا اللهم شربة روية من حوض محمد النبي الأمين من كف سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين واجعلنا اللهم من أهل دار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين وفك كل أسير واشف كل مريض ورد كل غريب اللهم يا منتقم يا منتقم انتقم لنا ممن ظلمنا وآذانا يا جبار يا قهار ارحم شهدانا الأبرار الفاتحة قبلها الصلوات.